كثر منا اضطروا في مرحلة ما من حياتهم ربما لارتداء أجهزة تقويم الأسنان، وفقط هؤلاء الذين جربوها يعرفون كم هي مزعجة في المراحل الأولى من العلاج. اليوم هذه الأجهزة باتت تماماً بهذا الشكل وباستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. أنا الآن في إحدى الشركات الناشئة هنا في إسطنبول للتعرف على التقنيات المستخدمة في طباعة هذه الأجهزة. كيف تنتجون الأجهزة التقويمية للأسنان باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد؟ أول خطوة في طباعة ثلاثية الأبعاد هي المسح الليزري لانطباع أسنان المريض الذي نحصل عليه من طبيب الأسنان، ومن ثم نخصص العلاج المناسب لكل حالة. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي ما نستخدمه لرسم مراحل خطة علاج المريض، وتستغرق كل مرحلة حوالي أسبوعين. نحدد في البداية الحالة الأولية للمريض، كما نطبع الحالة المثالية لأسنان المريض بعد العلاج، وبالتالي نجد الطريقة للوصول من المرحلة الحالية للمرحلة المثالية. وبعد ذلك نقوم بمسح هذه النماذج وإرسالها لقسم التحليل، حيث يقومون بدراسة هذه الصور وتحديد الخطة العلاجية للوصول للوضع المثالي للأسنان، ومن ثم نصنع أجهزة التقويم. إذن خطة العلاج بالكامل يتم تحديدها عبر التحليل الرقمي للصور التي تحصلون عليها من هذه المسيحات. نعم، حقيقة برامج التحليل التي نستخدمها تعطينا نماذج ثلاثية الأبعاد لنقوم بطباعتها، وبالتالي هذه العملية تحول الصور الرقمية لنماذج حقيقية ملموسة. لنذهب لمركز الطباعة ثلاثية الأبعاد. هنا إذن نقوم بطباعة قوالب أجهزة التقويم بحسب الخطة العلاجية لكل مريض، ومن ثم نستخدمها في مرحلة التشكيل الحراري لتصميم الأجهزة. وهل هذه النماذج جميعها لذات الشخص؟ نعم، هي جميعها لذات المريض، وكل منها تصور مرحلة علاجية باتجاه الوصول للشكل الأمثل. وهل هناك مواد خاصة لطباعة هذه النماذج أم تستخدمون البلاستيك؟ نعم، إنها بلاستيك، وتحديداً النوع المعروف ABS، لكن هناك تقنيات أخرى لطباعتها، لكنها ليست للاستخدام الفموي، وإنما فقط قوالب تستخدم لطباعة أجهزة التقويم، وبالتالي لا تؤثر على المريض. وABS هي إحدى أفضل مواد طباعة ثلاثية الأبعاد حالياً. هذا مختبر المرحلة الأخيرة، ولدينا وحدة التشكيل الحراري. نستخدم القوالب المطبوعة، ويقوم الخبير بتحضير النموذج بهذا الشكل، وهي مواد حيوية مناسبة للاستخدام في الفم، وسنقوم بتجذيب أطرافها في المرحلة القادمة من العملية. أما الخطوة الثانية فهي قص أطراف التقويم لتستخدم بشكل سهل من قبل المريض. لنذهب الآن إلى وحدة القص. هنا إذن نقص أجهزة التقويم بعد تشكيلها حرارياً، ونقوم بتجذيب أطرافها لتصبح ناعمة وقابلة للاستخدام بشكل مريح، وبعد ذلك نغلفها ونرسلها لطبيب الأسنان. إذا سنتجه معا من هنا إلى عيادة طبيب الأسنان لنرى كيف يتم وضع هذا التقويم المطبوع بطباعة ثلاثية الأبعاد وباستخدام مواد مرنة كما رأينا على المرضى. Hello. Good. I am Thank fine. you. And you? Hello. Hi. Hi.
دكتور ياسين، أنت تستخدم أجهزة التقويم المطبوعة بتابعات ثلاثية الأبعاد، من تجربتك الخاصة ما الفرق بين هذه النماذج وبين الأجهزة التقليدية التي كنا نستخدمها عادة؟ For patients, we have a lot of advantages. نعم، لهذه التقنية الكثير من المميزات. بالنسبة للمريض، أهم ميزة أنها تقريباً غير مرئية، أي عندما يبدأ المريض باستخدامها لا يلحظ الناس وجود التقويم في فمه. أما الميزة الثانية فهي أنها تمكن المريض من الأكل بسهولة، وكل ما يحتاج فعله هو إزالة جهاز التقويم قبل الأكل. والأهم من ذلك أنه بإمكان المريض الحفاظ على نظافة الفم والأسنان بشكل أسهل. بالنسبة لنتائج العلاج، كيف تختلف النتائج التي لمستها من خلال استخدام هذه التقنيات مقارنة بالأجهزة التقليدية؟ الجهاز فعال من الناحية العلاجية، وحوالي 80% من المرضى حالياً يعتمدون هذا الأسلوب. مثلاً، هذه أسنان مريضتنا في الموعد الأول من 5 أشهر، كانت لديها مشكلة أسنان مكتظة، واستغرقت كل مرحلة من العلاج بالمقوم 2 أسبوع، والآن وصلنا لهذه النتيجة. اليوم هو الموعد الأخير لأليف، وانتهت للتو من استخدام التقويم. أود أن أسمع من المريضة عن رأيها يعني حول هذه التقنية. إليف، حدثينا عن تجربتك باستخدام هذه الأجهزة أو جهاز تقويم الأسنان. كان استخدام الجهاز مريحاً جداً لأنه غير مرئي. أنا عمري 40 عاماً وألتقي بكثيرين في عملي، وأيضاً أخرج كثيراً مع أصدقائي، ولم أكن أرغب أبداً باستخدام التقويم المعدني، لكن عند استخدام هذا لم يلحظ أحد منهم أنني أضع جهاز تقويم الأسنان. كذلك كان بإمكاني أن آكل ما أريد بأن أزيله وأضعه مجدداً، كما أن مدة العلاج قصيرة جداً، 5 أو 6 أشهر تقريباً، كان مريحاً جداً. هذه أحدث تقنية في مجالنا، وتطورت هذه التكنولوجيا كثيراً في 20 سنة الماضية، وقبل ذلك كان بالإمكان صنع التقويم بالأسلوب التقليدي فقط، لكن اليوم نستخدم طباعة ثلاثية الأبعاد، وباتت سهلة الاستخدام كما أنه فعال جداً. Thank you so much, Dr. Yasin, for information and congratulations on finishing your treatment. إذن التقنية التي اطلعنا عليها للتو هي لا تحسن فقط من تجربة المرضى كما رأينا، وإنما أيضا من تجربة أطباء الأسنان. المزيد من التقنيات من هنا من اسطنبول في الحلقات القادمة من فورتك.